السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله بإذن الله هناخد درس جديد في الوحدة الأخيرة، وهو بعنوان منتصر ومجاهد. الوحدة دي كلها سنة تانية بتتحدث عن قصة عظيمة، أو بتمثل قصة أو بطولة وكفاح الشعب المصري ضد العدو. أول درس بيتحدث عن منتصر ومجاهد، البطلان العظيمان. القصة دي بتصور لي قد ايه شجاعة الشعب المصري، وقد ايه الشعب المصري مر بظروف عصيبة عشان يقدر ان هو ينتصر على العدو، وبيمثل لي الشعب ده اللي هو منتصر ومجاهد. فهنشوف كده القصة بتتحدث عن ايه. اول حاجة بيبتدي يتحدث لي عن او بيوضح لي ايه المقصود بالنكسة. النكسة طبعا هي معنى كلمة النكسة يعني الهزيمة، وبيبتدي يوصف لي منظر الشمس لان انا محتاجة معايا. بيقول لي سيف منظر الشمس، اقول كانت الشمس تميل نحو الغروب مسرعة كأنها تحفز الليل المظلم على الوصول. وهنعرف المقصود بالليل ايه. من قائد الطائرة المصرية وكيف كان يطير بطائرته؟ طبعا يقود الطائرة المقاتلة المصرية طيران مصريان وهما منتصر ومجاهد، وتطير بهما الطائرة بأقصى سرعة وكأنها في سباق مع الزمن. لماذا كانت الطائرة المقاتلة المصرية تسابق الزمن؟ هنقول لتلحق بالعدو الإسرائيلي أي خسائر قبل بسط نفوذه في سيناء، بعد أن دمر معظم ممرات للطائرات المصرية وتسيد الجو. هنشوف بيقول لي ماذا فعل العدو في يونيو 67؟ دمر معظم ممرات الطائرات وتسيد الجو، يعني سيطر على السماء، ونتج عن ذلك أن حلت الكارثة وجاءت نكسة 5 يونيو 67. ماذا كان هم منتصر مجاهد عندما حلق بالطائرة؟ طبعا كان همه أن يلحق بالعدو أي خسارة قبل أن يتمكن من بسط نفوذه على سيناء أو سيطرة نفوذه على سيناء. كيف ألحق منتصر ومجاهد خسائر في جيش العدو؟ أثناء طيرانهما في الجو شاهد رتلا من مدرعات العدو فهجم عليه ودمره بالكامل. طيب إيه مصير الطائرة المصرية ديت؟ ما مصير الطائرة المصرية بعد أن دمرت مدرعات العدو؟ بعد أن نجح الطيران المصريان في تدمير مدرعات العدو شاهدها عددا من الدبابات الإسرائيلية، وجهت مدفعيتها نحو الطائرة المصرية حتى أصابتها واشتعلت وسقطت. ما مصير كل منتصر ومجاهد بعد أن صابوا الطائرة؟ أثناء ضرب الدبابات الإسرائيلية للطائرة المصرية، مجاهد أصيب إصابة بالغة شديدة هبت على إثرها في أحد وديان سيناء. من شدة الإصابة لم يستطع أن يدافع عن نفسه أثناء هجوم الذئاب عليه فمات. خلاص، يبقى مجاهد أصيب إصابة بالغة، هبط في أحد وديان سيناء والتف حوله ذئب زغرة بيضاء، أو مجموعة من الذئاب يقودها ذئب زغرة بيضاء، يعني بيض في الجبهة، فطبعا هجمت عليه ومات. منتصر أراد أن يحافظ على الطائرة ولكنها اشتعلت، فلم يجد أمامه مفر من الهبوط بمظلته قرب مدخل كهف في سيناء. يبقى إذن هبط منتصر قرب مدخل كهف في سيناء، أما مجاهد هبط في أحد وديان سيناء. يبقى اللي كان بيقود الطائرة هو منتصر. ما المشهد الذي رآه منتصر ولم ينساه طوال حياته؟ طبعا رأى مجموعة من الذئاب يقودها ذئب زغرة بيضاء في جبهته، وجمع غرة غرر، معنى كلمة غرة يعني بياض في الجبهة، على شكل قوس تحيط بمجاهد الغير قادر على المقاومة. رفع الذئب رأسه إلى أعلى ثم خفضها ليقضي على مجاهد. طبعا كلنا تخيلنا أول ما رفع الذئب رأسه إيه اللي حصل. طبعا تخلص أو التهمت الذئاب مجاهد. ماذا توقع منتصر بعد أن خفض الذئب رأسه وما أثر ذلك عليه؟ توقع طبعا أن الذئاب قد فتك بمجاهد وأنه قضى عليه أو قضي عليه. أرز ذلك راح في غيبوبة عميقة. طبعا منتصر نتيجة المشهد الفظيع ده طبعا راح في غيبوبة، وما أفقش غير عندما وجد نفسه في أحد خيمة ويحيط به أحد رجال بدو سيناء. ما الذي أعلنه آخر ضوء من الشمس في هذا اليوم؟ أرسلت الشمس آخر ضوء لها في النهار معلنة قدوم ليل أسود مليء بالحزن والألم.
اللي هو طبعا النكسة 5 يونيو 1967. متى أفاق منتصر؟ أفاق منتصر بعد وقت طويل وجد نفسه في خيمة يحيط به 4 من رجال بدو سيناء. طبعا أحد رجال سيناء قال له الحمد لله على السلامة يا منتصر، وطلب منه أو سأله أنت جيت هنا إزاي؟ كيف وصلت إلى هنا؟ أو كيف وصلت إلى هنا؟ ثم طلب منه أن يخبره كيف جاء إلى هنا ومن هو. طبعا منتصر حكى له كل القصة بتاعته والدموع تملأ عينيه عندما تذكر زميله مجاهد. بما أو بماذا أخبر الشيخ منتصر؟ طبعا أخبره أن سيناء احتلت كلها من قبل العدو الإسرائيلي، وأنه لابد أن ينتظر قليلا حتى يستطيع أن يدبر له طريقة للعودة إلى الضفة الأخرى. منتصر أقام بين البدو 10 أشهر كاملة يرعى الغنم طوال النهار ويبيت في الخيمة ليلا. عفوا. طبعا خلال ال10 أشهر كان بيتذكر صديقه مجاهد ويفكر في الانتقام له ولمصر. ما الذي كان يشغل بال منتصر وهو بين البدو؟ قلنا قضى 10 أشهر كاملة يرعى الغنم طوال النهار ويبيت في الخيمة ليلا. اللي كان بيشغل بال منتصر وهو بين البدو لم يكن يشغل باله إلا أمرا واحدا، وهو أن يعود إلى أهله بأقصى ما يمكن. يبقى بيشغل بال منتصر أمر واحد، هو أن يعود إلى أهله بأقصى ما يمكن. ما أثر كرش الشمس على منتصر؟ طبعا كلما رأى منتصر كرش الشمس كان يعاني من أزمة نفسية حادة، لأن هذا المشهد هو آخر مشهد رآه قبل مقتل صديقه أو قبل افتراس الذئاب لمجاهد، وطبعا قدوم ليلة الهزيمة 5 يونيو 1967. لكن منتصر كان متيقن بقرب عودته إلى أهله، وطبعا كان كرس الشمس كلما رآه كان يملأه يقين بقرب عودته إلى أهله، وفي نفس الوقت كان يحزن لأن كرس الشمس كان يذكره بمشهد الذئب وهو يرفع رأسه نحو كرس الشمس ثم يفترس زميله مجاهد. ممكن نكون خلصنا أول درس معايا في الوحدة، وبيتحدث عن بطولة منتصر وإزاي هل هيستطيع منتصر إن هو يأخذ بالصقر لصديقه ولبطن وطنه ولنفسه. كل ده هنعرفه إن شاء الله في المرة الجاية لما نكمل القصة بتاعتنا. وبكده نكون عرفنا إن النكسة مراد بيها الهزيمة، وهي 5 يوليو 1967، وهي احتلال إسرائيل لأرض سيناء. وطبعا عرفنا إيه المشهد الذي لم يفارق منتصر طبعا، وهو افتراس الذئاب لصديقه مجاهد. وعرفنا ان منتصر كان يعاني من ازمة نفسية حادة لمشاهدة هذا او لرؤية الذئاب وهي تلتهم صديقه مجاهد، وكان كرس الشمس يشعر او منتصر كان يشعر عند رؤيته كرس الشمس الاحمر بيقين بقرب عودته، وفي نفس الوقت بيحزنه لما حدث لزميل مجاهد. وطبعا المقصود بالعودة اللي هي العودة إلى أهله. وهنشوف هل بالفعل منتصر سيعود إلى الضفة الأخرى، هل سيستطيع أن ينتقم لصديق مجاهد من الذئب ومن العدو الإسرائيلي. كل ده هنعرفه إن شاء الله في المرة الجاية من نكمل بقية القصة الجميلة دي اللي بتمثل كفاح منتصر أو كفاح المصري العظيم البطل منتصر الذي سيستطيع أن ينتقم من هذا العدو، سواء كان الذئب أو العدو الإسرائيلي اللي احتل سيناء. هل سيستطيع أن يطهر سيناء من هذا العدو؟ كل ده هنعرفه إن شاء الله المرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.